السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخنا، إفطار الصائم حتى يكون لي مثل ثوابه، هل يكون الإفطار شيخنا بأشياء بسيطة مثل أني أعرف في حد صائم من زملائي أجيب له مثلا عصير وتمر، ولا ليس من أطعم شخصا تمرة كمن أطعم شخصا طعاما كاملا، تمرة وفطور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني يبقى في كده وجبة، يعني كل ذرة تساب عليها إن شاء الله.